وفي تصريح خاص أكد فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد أنه دافع في هذا السباق عن لقب بطل العالم، مضيفا أن حضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كان خير داعم له في هذا الحدث العالمي المهم. اللهم لك الحمد، توجيهات سيدي جلالة الملك وتشجيعه لي ودعمه لي المتواصل بشكل يومي، مو بس يوم البطولة، هو الحافز، هو الدافع الأكبر اللي لنا مو بس في الخيل، في باقي العلوم كلها، يدفعنا للأفضل ويخلينا ننافس العالم ويعطينا هذه الروح اللي خلينا نطمح لأعلى شيء، ما نطالع النطاق المحلي، نطالع النطاق العالمي وننافس بمعدننا، ننافس بروحنا وننافس عشان علمنا. اليوم أصعب مهمة كانت لي مو بس أني أفوز بطولة العالم، أني أشارك كبطل العالم وأني أدافع عن لقب بطل العالم وأني أفوز بطولة العالم في سنة ثانية متتالية، والظروف اللي قبل السباق أن حصاني الرئيسي تعور قبل الدخول واضطريت أركب الاحتياط، عطاني عزم زود وما رد من عزمي اللي خلاني أثبت للجميع أني بقدر أفوز بطولة العالم على حصان ثاني. ولله الحمد، الله عطانا على قد نياتنا وعلى قد جهدنا، وأنا قلتها من شهر، قلت باقي شهر الله يوفق اللي اجتهد أكثر مني، لأني أنا متأكد ما حد اجتهد أكثر مني حق بطولة العالم. والعمر تشريف سيدي سمو ولي العهد اليوم وحضوره يمكن مفاجأة لك في سباق، شنو يعني لك في هذه البطولة تحديدا؟ قلت له الله يطول عمر أبو عيسى، هو خير وبركة، وجوده ويانا اليوم عطانا الحقيقة دعم معنوي كبير أمام الناس، جملنا بحضوره، خلى الناس تشوف أن قيادتنا متواجدة معانا، ولله الحمد أن الله شرفنا ووهبنا هذا المركز اللي نبيض الوجه فيه. طيب العمر، سؤال أخير، ماذا بعد هذا الانتصار بالنسبة لسمو الشيخ ناصر بن حمد؟ احنا ما نزلنا من السرج ولا رخينا بطاننا، احنا مواصلين. اليوم جلالة الملك الله طول عمره عقب اتصاله بي اتصل بالعيال، فاجئوني العيال قالوا لي جلالة الملك الله طول عمره واحنا بعد جايين. فلا تتوقع ان لو انزل من سرج يوم من الايام انه يخلو هذا السرج، العيال موجودين وذخيره ان شاء الله لمستقبل البحرين. الله طول عمره. جمع بين كفاءة القيادة الإدارية والتألق الميداني، فبات هو رجل الميدان والفارس الشجاع وصاحب الذهب كعادته، الشيخ ناصر بن حمد فارس العالم وبطل للعالم في سباقات القدرة للمرة الثانية على التوالي. ومن فرنسا هكذا عرفت مملكة البحرين والعالم بأسره سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة، الذي منذ أن بدأ بقيادة المجالين الشبابي والرياضي لم تتوقف البحرين عن حصد الإنجازات في مختلف أنواع الرياضات وعلى جميع المستويات، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي. فعمل سمو الشيخ ناصر بن حمد منذ سنوات عديدة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الخارطة الرياضية وجعلها أكثر قوة وحضورا في مختلف المحافل الدولية، بدعم ومتابعة حثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص مستمر من سمو الشيخ خالد بن حمد في الإشراف على العملية الرياضية بمختلف أنواعها. ونظرا لهذا الدعم الملكي السامي السخي للقطاع الرياضي والقيادة الحكيمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد، أضحت الرياضة البحرينية الآن تعرف بأساسها القوي والراسخ، والذي مهد الطريق أمام الرياضيين والرياضيات والفرسان والفارسات في شق طريق العالمية ونيل العديد من الجوائز والميداليات والكؤوس ورفع اسم البحرين وطباعة اسمها في سجلات الأبطال الرياضيين. ولم يتوانى سمو الشيخ ناصر بن حمد يوما عن المحافظة على رياضة الأجداد والآباء، فبذل كل الجهد والمساعي الطيبة للارتقاء بسباقات الفروسية والقدرة، وعمل على إخراج جيل من الفرسان الشباب القادرين على حمل لواء القدرة البحرينية وتطورها لمستقبل أكثر إشراقا. سطر سمو الشيخ ناصر بن حمد اليوم وبأحرف من نور إنجازات ونجاحات عالمية في ريادة رياضة القدرة،
فالعالم اليوم يحتفي بكونه بطل العالم للمرة الثانية على التوالي لسباقات القدرة، ليمضي سموه قدما كما عهدناه دائما في حصد إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي حققها سموه في تاريخ رياضة القدرة البحرينية. يا حاكم بلادي تراني كل يوم أشوف وجهك يوم عيدي، وانت متشوق لجزلات المعاني خصلة من صغتها لك من قصيدي.